رغم الحرب ورغم الشهداء ورغم الجرحى ورغم كل حاجة، وإحنا بنحتفل هينا بنعمل كعك في مخيم أهل الخير في عيد الفطر السعيد، ونتمنى من الله إنه يخلص الحرب على خير، وإحنا مشردين من بلاء من بلادنا هنا الحمد لله رب العالمين، وهينا رغم هيك بنحتفل وبنعمل كعك. أنا عن نفسي أشعر بالحزن، ولكن هناك بعض الفرحة والسرور في وجوه الأطفال. الله يسعدهم يا رب ويفرحهم ويهنيهم ويجبر أهاليهم إن شاء الله ويرجعوا سالمين غنمين على بيوت. العيد هذا طبعا عيد حزين على ما فقدناه من الأهل والأحباب وعلى الدمار اللي صار عندنا في قطاع غزة، فكان الله في عون أبنائنا وفي عون مجتمعنا. نحن شعب يحب الحياة، لذلك انطلقنا في مبادرة الكعك لإسعاد أهلنا النازحين من شمال قطاع غزة وإسعاد الأطفال. العيد الماضي كان عيد سعيد على الجميع، أما هذا العيد فهو نشعر بالحزن والأسى في ظل هذه الحرب، ألا أننا صررنا على أن نسعد أطفال الشمال، أطفال النازحين، بقيامنا بمبادرة الكعك.